السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة نور زندة. مرحبا بالمتتبعين ديالي، تنشكركم من أعماق القلب. سنقول لكم شكرا لأي واحد ضغط على الفيديو وشاف ولو دقيقة منه اهتماما بالقناة أو بصاحبة القناة، فسنقول لكم شكرا لكم، جزاكم الله عني كل خير. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد جوج وصفات، كما كتشوفوا الكتف ديال الغنمي وواحد لو ديسير حتى هو ساهل ماهل جدا. ان شاء الله الكتف غادي نعمرو كما شفتوا معايا التوابل. عندي الزعفران الحر، سكنجبير، الابزار، شويه القرفه، شويه ديال قزبر حبوب مطحون، عندي شويه سكنجبير. كما كتشوفوا عندي هنايا كاس، نص كاس ديال ما بين الزبده والزيت، عندي لا موطارد، فلافل او فلفله حمراء وصفراء او خضراء، المهم داكشي اللي كاين مقطع، وعندي نصف حامضه. كاينه الشعريه الصينيه اللي ديجا رقدتها في الماء وصفيتها وقطعتها، ونسيت الثومه غبرتها هو، ودرت شويه ديال الفلفل الاحمر، وغادي ندير شويه ديال الهريسه. هي الطريقه كلشي تيعرف ليها، غير مجرد تنبغي نشارك معكم يعني بعض الحوايج اللي كان نديروهم وصافي. وتنعتذر على الصوت ديالي، كما قلت لكم الهضره بزاف كتعيني كتعبني، متنقدرش نهضر بزاف لانه تنعاني من انتفاخ الغدة الدرقية. درت التوابل، زدت عليهم داك الزيت، هنايا غادي نزيد معلقة تاع الخل، فالخل كيفتي لينا اللحم صراحة، تيجي بوفتي. وغادي ندير الحامض، العصير ديال الحامض، معلقة ديال العصير ديال الحامض، الحامض والخل تيفتيو لينا اللحم. اللي ما عندوش الحامض غادي يستعمل الخل، واللي ما عندوش الخل غادي يستعمل الحامض، واذا كان الخل الابيض كان احسن. هنايا غادي نزيد لابوطارت كما قلت لكم، ما غاديش نكثر باش حيت غادي ندير الهريسه باش ما يجيش حار عاوتاني، وخصوصا مع الدراري الصغار ولادي ما تياكلوش الحار. صافي غادي نخلط هاد المقادير كاملين حتى ينسجموا مزيان، عاد باش غادي ندهن بهم هذاك الكتيف. كما شفتوا راه ديجا درت فيه واحد الجيب، يعني قطعته باش غادي نعمر فيه ديك الشعريه الصينيه مع الفلفلات، واللي بغاتها هو الزيت المقطع كيزيدو، المصير حتى هو كيزيدو اللي بغاه. صافي كنحاول انني نماريني هاد الكتف كله هكا، ندخل فيه هذيك لا مارينات كامله في الداخل ديالو، درت فيه هكا ثقوب باش هذيك اللحم كله يتتبل، هذيك التوابل كاملين يدخلوا ليه للداخل. غادي نهز هذيك الشعريه الصينيه وهذيك الفلفله حتى هي، غادي نديرها بس التوابل هادو، غادي نشوف عيني ميزاني الا ما كفاتنيش هاد لا مارينات هادي، غادي نحاول نزيد باش تجي هاد الحشوه متبله مزيان ومن السما، ما تجيش هكاك يعني فاض. المهم عينكم ميزانكم. غادي ندخل فيها كاع هذيك التوابل كاملين، كما قلت لكم الهريسه، غادي نزيد شويه ديال الهريسه. اللي تياكل الحار من طبيعة الحال وما عندوش الوليدات الصغار، فالحار تيجيب هاد الحشوة تيجيبها فنة صراحة، ولكن ما إلا كانوا عندك الدراري ما تقدر دير حتى حاجة. صافي غادي نخلط هاد الحشوة كاملة، وغادي نعمرها في هاد الجيب هذا،
شديتو بهاد لي كوردون. هادشي اللي بقى ليا ديال الحشوه غادي نديرها في حدا الكتف في الطاوله اللي غادي ندخل الفران. كما شفتو فرشت لها لو بابي كويسون وغادي نديرها غير هكا في الجنب حتى هي باش طيب. صافي من بعد غادي ندير عليه واحد بابي كويسون اخر من الفوق وغادي نغلفه بابي الومنيوم مزيان ما تخليهش الهواء من حتى جهه باش يجي نفتي. ومره مره شنو تندير تنخرجو من الفران وتنهز داك ليدام اللي تينزل منه وتنعاود نسقيه من الفوق كل مره كل مره باش تيتشرب لينا هذوك التوابل وهذاك ليدام كله. وصافي غادي نخليكم مع المراحل راه كتشرح راسها باش مكترش عليكم من الهضره وما جهدش نفسي حتى انا. وان شاء الله غادي ندوزو للديسير من بعد باش تشوفوا معايا الطريقه اللي هي ولا اسهل يعني في ظرف قسم ديال المكانات تكوني موجده ديسير مرافق. نخليكم مع الصور. كتشوفوا ملي خرجتو من الفران محمر فتي صراحه طيب مزيان اللحم ما عندي ما نقول. وكما شفتوا ملي دار حيت البابي الومنيوم وبابي كويسون عاود دخلتو الفران باش تحمر هكا درت فوق واحد شويه ديال الزبده وها هو التقديم. يعني درت زويتينات في هاد لي بوتي بول ودرت الهريسه بالنسبه اللي بغى الهريسه. والصراحه جا من السم غزال الحشوه جات فنه مذاقها غزال. وتتمنى الطبق ديال اليوم يعجبكم. هنايا غادي ندوزو للديسير اللي غادي نحتاج لي سبيكولوس. غادي ندير واحد الديسير تاع لي سبيكولوس غادي نحتاجو هذا سميتو لي سبيكولوس اللي في القرعه اللي هو ديجا على شكل معجون. غادي نحتاجو لاكريم شونتيي او اللي ما بغاش يستعمل لاكريم شونتيي كيدير ديك لا ماسكاربون. الماسكاربون كتطلع بالزربه غير العيب ديال الماسكاربون انها غنيه بالدهنيات. يعني اللي كيتبع شي ريجيم ولا ما بغاش يغلط واخا ما كيتبعش الريجيم كيدير اتونسيون الماسكاربون فهي غنيه اكثر بالدهنيات وفيها واحد النسبه تاع السكر حتى هي يعني شي شويه كت غنيه بالكاليهيدرات. المهم تي ماشي باش تخرج اللي بغى يغلاض واللي كيهمو انه يزيد في الوزن فما عليه الا يدير هذا الشيء فغادي يلاحظ. يعني ملي ياكل بحال هذه المسائل هادو غادي يلاحظ في الليل ملي يعبر يطلع فوق الميزان انه بالفعل كيتزادوه غرامات فيت في حين هاد لي ديسير تيكونوا غنيين. كما شفتوا درتو في واحد البلاستيكات نضربو هكا بالدلات اللي بغى يطحنو كيطحنو. انا ما غاديش نطحنو مزيان غادي نخلي فيه واحد شويه ديال هذاك البسكويت اللي ما مطحونش. بالنسبه للكريم اللي غادي نطرب غادي ندير معها هذا سميتو هاد لي سبيكولوس اللي ما المعجون ديال لي سبيكولوس باش كتجيني واحد العقده غزاله في المذاق ديالها ومتماسكه مزيان. وهنا بالنسبه للكريم شونتيي باش تطلع ليكم في اقل من ثانيه ديما غادي ديروها في واحد سميتو واحد البول ولا واحد الكاس اللي هو مجموع. وصافي غادي نخليكم على مراحل وانتم راه كلشي شارح راسو.